دلدجت في العظم يا هضبي. بقية في حياتك يا حاج. هي كانت البقية يا هضبي. يعتبر اللي عتدور عليه الدور ده ضرب النار علي أنا. لأن عياره موت حشات كتيرة قوي جواي. حاضر يا حاج. ما حدش يطلع من البلد ولا حد يخش. وتفتش كل بيت بالراحة. لحد ما نشوف مين اللي ممكن يعمل كده. حاضر. وتنزل للمنظر. تجيب لي الخبر بأي طريقة يا هضبي. الله يرحمها. كانت طيبة قوي. صحي لما طلقني الحاج ما قالتش لا وما صعبتش عليها. لكن الله يرحمها برضو. بس يا مرت عم الكلام ده عيب. بس هي زينة. كانت زينة وحقانية. صبرت كتير. كفاية جوزها متجوز عفريتة. لم الدور يا حاج. العزل احترام. وانا عملت ايه في احترام؟ توحيد قلبها تقيل. عاشت وسط العفاريت. اعمل لي قهوة يا ام كامل. قهوة قهوة؟ بعد كوس سحلب ولا اقول لك عيب السحلب في الغدا؟ قومي يا نورة اعملي قهوة لمرت عمك خليها تفوق. حاضر يا حماتي. شفت بعيني يا بدرة والد الجنية. بس لو قلت لهم هيكذبوني. أنا الوحيدة اللي مصدقاك الدور ده يا لميعة. وسلم علي وعيني تلمع وتطق شرار. كان هيجرمني. بس يا مرت عم الحريم هيضحكوا. يلا بينا نروحوا عشان الدواء بتاعك. طب والسحلب يا منيرة؟ شفتي بعينك شبه مين؟ شبه العفريت. زهرة. نعم يا أم. خليكي مع حريم عمامك. هروح اطمن على ابوكي. بياتي معاه. اوعي تسيبيه. بس يما مالك؟ من جاب والد العفريت هنا؟ هي توحيد ماتت وانا اللي حستلم العفاريت. اهدي يما اهدي. ابوس ايدك. ده امانه. امانه ايه يا ولدي؟ امانه ايه؟ هي توحيد تموت وجوزها يبعت لي عيال العفاريت. هي ام جنيه ماتت يما. ده باسم. مين باسم ده يا كامل؟ فهمني وجبته ليه؟ ده والد عم احمد. وهو دلوقتي ملهوش غير احنا. ها قلتوا ايه؟ اخليه ولا اسيبه يروح تربيه بدره؟ خليه يا ولدي الا الامانه. من كتر الغنى ناقصين احنا. تبقي ناقصه لو قلتي للامانه لا. Thank you.
يهزمك إلا صبري عليك وحدة أمل اتوحدت روحي بيك. أنا بقيت الجبل والقلب صخرة بتتدحرج وما تلتحق. نزل الزمن فيا نحت فقل لي ايه العمل يا قلبي يا قلبي يا قلبي. عمك الحج جوا؟ نقول له مية ملك الصالح. يعني ايه؟ ما انا لازم اعرف انت مية. قول له الديب. دياب؟ عاوز ايه يا دياب؟ قول له الديب مستنيك برا وخلص. حاضر حاضر. مين يا منا؟ واحد اسمه الديب وشكله وحفش. وهو فين؟ واقف في الساحة برا. خليك هنا وانا طالع. اجي معاك؟ قلت لك خليك. يبقى في الجنبية. مين اللي رماها؟ معرفش. لقينا دي كمان. فين؟ نفس المكان. عارف البندقية دي بتاعت مين؟ معرفش. اللي أعرف إنها بندقية أنفيلد إنجليزي قديمة ووعرة، وما كانش في حد في البلد كلها عنده البندقية دي غيركم أنتم، وده العيار بتاعها. لقيناه فوق المحجر. البيوت أمان والبلد نظيفة يا حاج. عارف يا هدومي. اطلع انت الجبل. السلام عليكم. مع السلامة يا حاج. أبوي مين الراجل ده؟ ملكش صالح. وإيه اللي في يدك دي؟ قلت لك ملكش صالح. طيب كنت عاوز اخد راي حضرتك في موضوع كده. بعدين بعدين. اصل البيت بتاع عمتي الله يرحمها كنا احنا اللي عاطينه للحاج سيد، ودلوك هي ماتت. فيعني خيري لو ما مشيتش من قدامي دلوك هعمل فيك اللي عمرك ما تتصوره. بيت ايه اللي هتدور عليه؟ غور.